بردا وسلاما على ابناء ونانا. يلا يا شباب يستميت الدفاع. وليد الصابر يلا يا وليد يلا يا وليد. جول 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 جول. اكيد انه مهرجان ونانا كان ناجحا على جميع المجالات سواء الرياضيه او الثقافيه او الاقتصاديه او الفنيه. استطاع ان ينفتح على الجماعات المجاوره يعني واصبح مهرجان دائره يعني اللي كتضم 6 جماعات. كنشكر من هنا يعني اللائحه طويله بدايه من السيد العامل الى اخر عضو سواء كان يعني كيف ما بغى يكون النوع ديالو. كنشكر الجميع. الدوره الرابعه كانت ناجحه بجميع المقاييس من خلال مشاركة 6 جماعات. لذلك كيف ما قلت أنشطة رياضية أشركت الجماعات المجاورة، أنشطة صحية يعني من خلال القافلة التي نظمها المهرجان، وعرفت يعني عدة اختصاصات منها يعني طب العيون، الختان، الطب العام، عدة تخصصات يعني ما نقدرش نتذكرها كاملة الآن، ولكن يعني شاركت القافلة الطبية وأشركت عدة جماعات. الدورة الرابعة لمهرجان وأننا أشركت أيضا مختلف الفئات ديال دائرة الوحدة اللي ما كنقدرش العدد ديال الساكنة ديالها بمشاركة جميع الفئات الشبابية، ذكور إناث شباب شيوخ في العدو الريفي. أيضا دوري كرة القدم يعني فضاء اقتصادي، فضاء للأطفال يعني ما فضاء فيه كان فيه فضاء الأطفال، فضاء المعرض للمجالات المنتوجات المجالية، عدة أنشطة. المهرجان استطاع أن يشرك الجماعات، وكنشكر يعني كنشكر كيف ما قلت بداية من السيد العامل إلى مختلف الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة من خلال سواء المشاركة المعنوية أو المادية أو ولو كانت من بعيد، سواء دعم أو لوجيستيك أو كيف ما بغى يكون الحال. كنشكرهم من هذا المنبر. هذا الدورة نجاحها يؤكده حضور الجماهير الغفير التي حضرت من كل مناطق المملكة المغربية والمناطق المجاورة. كنشكر الجميع، كنشكر الصحافة التي ساهمت وضحت وحضرت من أجل إيصال صوت المهرجان إلى باقي المناطق. كنشكر الجميع وكنتمنى التوفيق في الدورة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. رسالة المعارضة أكيد شوف أكيد أن يعني المعارضة نحن لن نواجهها بقد يعني بالعكس نحن نصاحب المعارضة، لأنها بالخصوص إذا كانت معارضة بناء. الملاحظات اللي كانت عندنا العام اللي فات حنا تجاوزنا هذا العام بالشهاده ديال الاخوان ديال الاعلام. قال لك اودي الله يجازيكم بخير تجاوزتوا يعني الملاحظات اللي كانت السنه اللي فاتت. نحن نطمح الى ان يكون المهرجان يعني في الصوره الكامله ديالو. نعمل جاهدا اللجنه التنظيميه من خلال خلق لجان متنوعه ومتشعبه وكبيره. مهرجان بهذا الحجم الذي يضم 6 جماعات يعني راه ماشي بالامر الهين او بالامر السهل من الناحيه اللوجستيكيه ومن الناحيه الامنيه. تنشكر الدرك الملكي، كنشكر السلطات المحليه، كنشكر اعوان السلطه، كنشكر برنامج اوراش يعني الجمعيات المحليه، كنشكر لائحه طويله. ميزانيه المهرجان هي ميزانيه بسيطه ومتواضعه جدا، وغادي نصرح بها يعني بكل وضوح، هي 800,000 درهم. 80 مليون 400,000 درهم ساهمت بها وزارة الداخلية، و200,000 درهم ساهمت بها الجهة، و200,000 درهم ساهمت بها وزارة الثقافة. تحية للوزراء وتحية للإدارات يعني الشركاء اللي ساهموا معنا في إنجاح الدورة. نحن في الحقيقة أدينا اللي علينا، وهما أيضا يعني ساهموا معنا بما يمكن تقديمه لهذا المهرجان. كنشكر الجميع وتحية خالصة للجمهور والساكنة ديال ونانا. زعما صراحة ماشي يعني ماشي كنتفاجئ لأن هذه الدورة الرابعة. أنا كنعرف الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذه الدورة الرابعة. كنشكر الساكنة ديال ونانا على التفاعل ديالها وعلى حسن الضيافة. يعني كقوس كنفتحوا هناك ناس وسكان ديال المنطقة قروية فتحوا البيوت ديالهم للضيوف اللي جاوا من الرباط ومن القنيطرة ومن مراكش وأكادير واستضفوهم.
مجانا لمدة 4 أيام وخمس أيام. يعني كنشكر من هذا المنبر هذا يعني هاد الناس هادو، كنقول لهم لولاكم لما كنا في هذا المستوى. راه نتوما اللي نجحتونا، نتوما اللي وصلتونا لهذا المستوى هذا، الله يجازيكم بخير، وحنا معاكم في اي لحظه وفي اي دوره. نشكركم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عبد الصمد الخياطي، عضو من اللجنه من اللجان المنظمه لهذه الفعاليات لهذا المهرجان. دوينا في نسخته الرابعه، شهاده لله صراحه الله كانت نسخه مميزه بعده انشطه موازيه. ما كانش كاين زعما صراحه الله هو مشكورين، ما كانش كاين غير الموسيقى، كانت كاينه اعمال اجتماعيه قدرنا من خلال هاد المنظمين كاملين بمساهمه ديال السيد الرئيس ديال الجامعه سي محمد الغماري وباقي الشركاء بما فيهم الجهة، أننا قدرنا نخرجوا بواحد القافلة طبية اللي استفدوا منها حوالي 1900 مستفيد. كانت فيهم مرضى طب العيون، كان فيهم الجلد، كانت فيهم ديال الحساسية، كان فيهم طب العام. ما أقولها، ما كنت أعيبه على النسخ السابقة، تم تصحيحه في هذه النسخة هذه. إن شاء الله يا ربي كما كنقولوا أن المهرجان غادي وكيكبر، وأنا أنتظر المزيد إن شاء الله يا ربي، باقي غيكبر هذا المهرجان هذا، وبالتالي كنكونوا قدرنا نوصلوا لواحد الهدف، واحد التحدي كنا هزينا النهار الأول، أن المهرجان خصو يهز ولاد بلادو، خصها توزع فيه الأنشطة، وخصها يتم الاحتفاء بالولاد بلادنا اللي كيمثلونا خير تمثيل في داخل المدن ولا خارج البلاد. تم الاحتفاء بالاستاذة والفنانة الفاضلة الاستاذة منى دحاس، تم طلعوا واحد الرابور اللي هو جديد كان هنايا توا، طلعوه عطاوا فرصه انه يبان، وهذا هو الهدف من المهرجان، اننا نحن كل مره نحاولوا نقحموا عنصر من العناصر اللي كيمتاز بها هذه المنطقه هذه. ومشكورين بزاف، وكنشكر القائمين على كافه اللجان، لانهم بصح كنا في واحد التحدي، كاين واحد الروتين، كاين واحد ستريس اللي كان في الكواليس ما كيعرفوهاش، لان الناس ما كيعرفوش شنو واقع في الكواليس، الا انني نضمن لكم بان راه الكواليس كانت مشحونه من اجل ارضاء كافه الخواطر. وشكرا بزاف. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.